اخبار اليوم. تظل حضرتك تقولي لي ايه النهارده؟ اقول ان انا بشكل يعني انا وكل محب المسرح هنفتقده جدا، لانه هو كان ممثل مسرح مهم جدا جدا، وانا دايما بفتكر له مسرحيات كتير، منها سيدتي الجميله، وانه انا كنت زعلانة عليه قوي ساعه مرضه، وانه احنا محرومين منه، وانه هو كمان محروم من المسرح. اعزائي انه هو في حته احسن، وانه ربنا خلصه من عذابه، بس هنفتقده جدا جدا جدا، وكان فنان كبير قوي. ذكرياتك معي ايه؟ انا للاسف ذكرياتي معاه كانت متفرجه، انا ما لحقتوش للاسف، انما انا جايه كواحده من معجبيه، يعني انا واحده من جمهوره، يعني انا وجودي النهارده كواحده من جمهوره.